أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يأخذ حكم دفع الصائل ويسوغه بقتل رجال الأمن والمباحث وغيرهم من رجال الدولة؟ وهل يعتبر ذلك من دفع الصائل؟ هذا هو الصائل نفسه، أما رجال الأمن ما هم صائلين، رجال الأمن جاءوا بحق، يريدون حفظ الأمن ويريدون الدفع عن المسلمين، هذا هو الصائل والعياذ بالله، واللي يجب أنه يقتل لأنه صائل على المسلمين، يخرب ويدمر ويفجر، هذا هو الصائل الخبيث الذي يجب قتله ودفع شره، يجب دفع شره ولو بالقتل إذا اقتضى الأمر. هذا هو الصائل. نعم.